السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة القرن الإفريقي أينما كنتم. مرحبا بكم في برنامجكم أضواء على القرن الإفريقي، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على كثير من تطورات الأحداث في منطقة القرن الإفريقي. شهدت الأزمة الثلاثية بين في سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا مساحات كبيرة من الهدوء خلال الشهور الماضية، إلا أن ربما يكون عادت مجددا القضية تطفو إلى السطح بعد التصريحات أدلى بها مدير سد النهضة بأنهم غير معنيين بموقف كل من السودان ومصر، ما اعتبرته مصر والسودان أنها تصريحات استفزازية ربما ستؤثر على مجريات الأحداث بعد الهدوء الذي شهدته هذه القضية في فترة من الوقت. اليوم ألتقيكم في هذا البرنامج في حلقة بعنوان صد النهضة، الهدوء الذي يصبغ العاصفة، وهل سيتجدد الصراع والنزاع والتصريحات النارية بين دول المصب والممر وشقيقة مصر، أم ستصبح أيضا القضية رهن البحث والتوافق لحين وجود آلية مناسبة لاتفاق الدول الثلاثة على هذه المسألة. يسرني أن يكون معي بروفيسور نادر نور الدين محمد، وهو أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة والمختص في دراسات حوض النيل. مرحبا بك أستاذ أو بروفيسور نادر. أهلا وسهلا بحضرتك، مرحبا بيك. كما سينضم إلي إن شاء الله خلال ساعات البرنامج الدكتور عبدالوهاب بركات، وهو أستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكذلك اعتذر قبل قليل عن الأستاذ حافظ صميم والخبير في القرن الإفريقي وهو أستاذ بجامعة إفريقية العالمية. أيضا ظللنا منذ الأمس نتابع الاتصالات بالجهات السودانية المختصة في وزارة الري أو وزارة الخارجية، فيما اعتذروا جميعهم عن المشاركة بحجة أنهم يرتبون لكثير من المشغوليات التي ربما يكون لا تتيح لهم مساحة أن يتحدثوا في هذه الحلقة تحديدا، ومنهم وصف الأمر أن هذه التصريحات هي هادئة وعابرة لا تحتاج إلى شيء من الجدل. إن كنا متمسكين في قناة القرن الإفريقي لنسلط الضوء على هذه القضية ونبحث أين استقرت وأين ذهبت. بروفيسور، مبدأ كيف تنظرون أنتم في القاهرة الآن لهذه التصريحات التي أدلى بها مدير سد النهضة والتي حملت إلى شيء إلى حد ما في بين طياتها لغة فيها شيء من الخشونة، فكيف نظرتم لها وأنتم تتابعون هذه القضية؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة الزملاء. الحقيقة لم تكن تصريحات من وجهة نظر المصريين موفقة، بالعكس كانت مستفزة وأثارت جدلا كبيرا، من ناحية أنهم لا يعنيهم إذا كانت مصر والسودان ستتضرران من سد النهضة أم لا، وأيضا أن هناك تداعيات للسد وأضرار ستلحق بكل من مصر والسودان، ولكن هذا لا يعني إثيوبيا، وهذا تجاهل شديد، وكأنهم لا يعرفون أن الماء هو سر الحياة وهو سر نشاط كل الأنشطة الاقتصادية في مصر، من زراعة وصناعة واستهلاك منزلي، وبالتالي بدون المياه لا توجد حياة، فكيف الاستهتار بأضرار المياه على كل من السودان ومصر، بالإضافة أيضا إلى الادعاء دون دليل على أنه السد قوي ومتين وأنه لا أي خوف من انهياره سواء جزئيا أو كاملا، متجاهلين أيضا بعض الدراسات، وكان ينبغي أن يكون هناك طمأنينة أكثر من ناحية أنه سلامة الأساسيات السد وسلامة البنية وعدم وجود انهيارات، ولماذا تأخر الملء التالي في العام الماضي نتيجة وجود تصدعات في بعض أجزاء من السد، وبالتالي نعم. يعني نراها أنها لم تكن في وقتها وليست موفقة، وأيضا أبدت استهتارا بمصالح مصر والسودان مع الاعتراف بأن السد سيضر كليهما، ولكن هذا لا يعني إثيوبيا، بمعنى أنكم قد وافقتم على السد من قبل، فلماذا تدعون الآن أنه مضر، ولماذا لم تتحفظوا
قبل توقيع إعلان مبادئ الاعتراف بسد النهضة، ولماذا لم تضعوا شروطا مسبقه؟ وللاسف ان مصر والسودان اعطيا اعترافا كاملا غير مشروط وبلا تحفظات على سد النهضه. ونعتقد ان من رايي ان الرئيس السابق كان له ضغط كبير لكي نعترف بسد كلا مصر والسودان، متجاهلا اراء كل الخبراء في مصر والسودان بما فيها الوزير الري نفسه كمال علي الذي قدم استقالته بعد ذلك، ومتجاهلا تداعيات السد على كل من مصر. واعتقد اننا تسرعنا في التوقيع على هذه الاتفاقيه دون شروط ان تضمن اثيوبيا تدفقات النيل الازرق بعد بناء السد كما كانت عليه قبل البناء. الشرط الثاني أن نتفق مسبقاً على شروط الملء ثم شروط التخزين، لأننا في الحقيقة أخطأنا حين وقعنا ثم تفاوضنا، وكان من الأفضل أن نتفاوض ثم نوقع. وبالتالي جميل بروفا. نعم وبالتالي بروفا وضحت الفكرة. دعني أرحب بضيفي دكتور عبد الوهاب بركات، وهو مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. مرحبا بك دكتور. حياتي لحضرتك والضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين. مرحبا بك. نحن نتحدث اليوم في هذا البرنامج أضواء على القرن الإفريقي في هذه الحلقة التي تعنى بمسألة سد النهضة، الهدوء الذي يسبق العاصفة. كان مفترض أن يكون معي عدد من الأطراف الأخرى، كنت حريصا أن يكون معي طرف من أثيوبيا وأطراف من السودان، لكن ربما يكون تمنع البعض واعتذار البعض الآخر جعل أننا نستضيفكم ضيفين كريمين من الشقيقة مصر. آمل أن نتحدث في هذه القضية بكل شفافية ووضوح من أجل مصلحة إنسان المنطقة بصفة عامة. انتقل إليك دكتور عبد الوهاب. بروف كان يتحدث عن أننا دولتي السودان ومصر ربما تسرعتا إلى حد ما حينما وقعتا على هذا الاتفاق دون أن تدخلا في شروط مسبقة. هل ذلك يعني أن فعلا أثيوبيا غدرت ربما يكون بهذه النوايا الحسنة الطيبة، أم القضية يمكن أن يعني تلحق بعض إشكالاتها وتصبح بعد هي لصالح الدول الثلاثة بدل أن تتضرر منها السودان ومصر؟ نعم، أنا أرى أنه أثيوبيا استغلت التوقيع المبكر لمصر والسودان على اتفاقية إعلان المبادئ، وأيضا مصر والسودان أخطأت عندما تفاوضت على مسائل فنية تخص سد النهضة والملء الأول، وهي كلها أمور فنية، ثم تجاوز الاتفاق على القضية الأساسية وهي قضية الحقوق. أنا أرى أن قضية سد النهضة هي قضية حقوقية بالمقام الأول، لأن هناك اتفاقيات قانونية تلزم كل دول حوض النيل بما لها وبما عليها، وخاصة اتفاقية 1902 اللي يعني من خلالها أثيوبيا أخذت إقليم بني شنقول في مقابل أنها لا تقيم مشروعات على النيل الأزرق دون اتفاق مع مصر ومع السودان، وأيضا باقي الاتفاقيات القانونية. عندما تجاوزنا الحقوق القانونية وتسرعنا للتفاوض على المسائل الفنية، ده كان إقرار بوجود سد النهضة. أيضا كان في 2014 في اتفاق دولي يمنع أثيوبيا من أنها تحصل على دعم دولي في إبريل 2014، حصلت عليه مصر والسودان بموافقة من الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في القوى الدولية وعلى رأسها الصين وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، أنه لا يتم تمويل سد النهضة من أموال أجنبية لأنه بيضر بالحياة في مصر والسودان. أيضا هناك نقطة جوهرية أخرى دولية في الحقيقة وليست إقليمية، وهي اللجنة الدولية لتقييم دراسات أثيوبيا حول سد النهضة وآثاره على الحياة في مصر والسودان. هذه اللجنة الدولية المشكلة من 10 أعضاء ودول أجنبية منها فرنسا وإنجلترا وجنوب أفريقيا، تلزم أثيوبيا قبل الشروع في بناء سد النهضة
إنها تعيد الدراسات، لأن هذا السد له آثار كارثية على الحياة في مصر والسودان، وأيضا أمان سد النهضة واستكمال سلامة إنشاءاته، لأن هذه النقطة أمان السد لها تداعيات كارثية على الحياة في السودان أولا وفي مصر ثانيا. إذا توقيع الاتفاق مبادئ مارس 2015 تستغل أثيوبيا في الشروع في بناء السد وملء السد دون اعتبار لموافقات ولا ومنفردة بعيدة عن مصر والسودان. وأنا برأيي أن هذه التجاوزات من مصر والسودان هي التي شكلت الخطر الحقيقي على حقوق الدولتين قبل أن نتهم أثيوبيا بأنها يعني تشرع في بناء السد منفردة ودون اتفاق مع دولتي المصب في مصر والسودان. إذا أستاذ عبد الوهاب، حينما تتحدث أن أثيوبيا هي لم تكن مسؤولة بالمقام الأول، لأنها هي السودان ومصر هما اللذان تجاوزا أو تخطيا مسألة الاتفاقيات وجعلت أثيوبيا فيما تبدأ في البناء مباشرة، ما الذي يجعل السودان ومصر أن تتمسك بكل هذه المسائل طالما أثيوبيا تتحدث أن السد به أمان وبه ضمان وليست هناك تجاوزات على الإطلاق في كل الاتفاقيات التي وقعت في هذا الشأن بين البلدين؟ طيب، بداية أنا اسمي عبد التواب. مرحبا بك الأمر أستاذ عبد التواب. نعم، الأمر الثاني، أنا شايف إنه مصر أيضا والنظام في مصر وفي السودان فاتهم أمر مهم وخطير، وهي إن أثيوبيا على بلسان رئيس الوزراء أبي أحمد بيعترف أن هناك أخطاء كارثية في بناء السد، وإن هناك شركات أثيوبية تتبع الجيش الأثيوبي شاركت في بناء السد ولم يروا سدا من قبل، وبالتالي مصر لا والسودان أيضا لا تتمسك بهذه الأخطاء والاعترافات من جانب أثيوبيا، وتذهب إلى مجلس الأمن من أجل شرط واحد ومطلب واحد، وهو إلزام أثيوبيا إنها تجلس على مائدة المفاوضات من أجل الاتفاق على اتفاق يلزمها في ما يخص الملء الأول وقواعد التشغيل. وأنا برأيي أن هذا تفريط كبير من مصر ومن السودان عندما تتجاوز الأخطاء الكارثية في ما يخص أمان وسلامة إنشاءات سد النهضة. فيما يخص تداعيات السد الوجودية باعتراف رئيس وزير الخارجية المصري في مجلس الأمن للسد على الحياة في مصر وفي السودان، وإذا كانت مصر يعني تستورد أغذية بين حوالي 20 مليار دولار الآن وحصتها لا تكفي 50% من الاحتياجات للشعب المصري، فإن الحياة في مصر بعد إنشاء سد النهضة وتحكم أثيوبيا في مجريات المية كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الأثيوبي، أنه تم تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية داخلية، أنا أرى أن هذه الآثار كارثية ولا يمكن التعامل معها، ومن ثم يجب إعادة الوقوف على مواقف جادة ومسؤولة من مصر ومن السودان. حتى فيما يخص السودان إنها معرضة للغرق إذا يعني لم تستكمل أثيوبيا أمان وسلامة إنشاءات السد. أما إن نعم، إحنا نجلس ونتفاوض ويكون كل أملنا إن أثيوبيا تتكرم وتتعطف بالتوقيع على اتفاق ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل ونتجاوز سلامة وإنشاءات سد النهضة ونتجاوز الآثار الكارثية للسد على الحياة السياسية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مصر والسودان، أنا أرى أن هذا تفريط من مصر ومن السودان سوف ندفع الشعوب تدفع ثمنه، ورأينا صور منه في الملء الأول والثاني وتداعيات هذا الملء على تشغيل سد الرصيرس ويعني جفاف مئات الآلاف من الأفدنة في السودان جراء فقط عدم انتظام عمليات التشغيل وعدم الاتفاق والتنسيق بين التشغيل في سد النهضة وفي باقي السدود في السودان والسد العالي في مصر. وهذا في الحقيقة يدعنا ان احنا نطالب
بانسحاب مصر والسودان من اتفاق اعلان المبادئ الذي تتخذه اثيوبيا ذريعه في الشروع في استكمال بناء السد دون اعتبار ودون توافق مع مصر ومع السودان. الامر الثاني، نتمسك بقانون اتفاقيه الانهار الدوليه العابره للحدود في الاغراض غير الملاحيه الذي تعتبره الامم المتحده في منذ 1997 في هكذا ازمات، والماده السادسه منه يعني تلزم اثيوبيا من اجل حقوق مصر والسودان انها تاخذ في الاعتبار الاستخدامات الحاليه للمياه في مصر والسودان. اذا كانت اثيوبيا تريد ان تنشئ السد يجب الا تنتقص من الحقوق التاريخيه والاستخدامات الحاليه اللي هي ال 55.5 مليار لمصر و 18.5 مليار للسودان، لا تنتقص منها قطره واحده عندما تريد انها تعمل انشاءات على النيل الازرق، ويكون ذلك ايضا بموافقه باتفاق الحكومات في الدول الثلاث. وضحت الفكرة عبد التواب، دعني أعود للبروفيسور نادر نور الدين. بروف نادر، حينما تتحدث أثيوبيا بأنها لم تتخطى ما اتفقت عليه في عام 2015 بخصوص عمليات الملء، وفي ذلك ربما يكون تقدم كبير في تجربتها الآن حتى في التوربينة الثانية، هي تتحدث أنها لم تخل أصلاً بالمواثيق والعهود ولا حتى الاتفاقيات التي وقعت. إذن ما الذي يجعل الآن السودان ومصر أكثر حديثا فأن هذا الملء ليس قانوني؟ ربما يكون هنالك الكثير من الاحتياجات لاتفاقيات أخرى تضمن الكثير من الحقوق للسودان ومصر. دعني أوضح نقطتين أساسيتين قبل أن أرد على هذا السؤال. فيما يخص أولا أمان السد، وقال البروفيسور الألماني وهو أكبر بروفيسور في سدود الأنهار الدولية في العالم كله وليس في ألمانيا فقط، والذي شارك في اللجنة الدولية الأولى لسد النهضة التي قدمت تقريرها في 31 مايو عام 2013، قال نصا أن ما قدم إليه من رسوما لسد النهضة لا يرقى إلى أن يكون رسوما لبناء عمارة في هامبورغ في ألمانيا، وأنه لو قدم إليها هذه الرسوم لعمارة لرفضها فورا. وقال أن معامل أمان السد منخفض للغاية ولا يتجاوز 1.5 درجة من 10 درجات، وأنه يستلزم أو على أثيوبيا أن تراجع أمان السد وأنها تقيم المزيد من الأساسات، بالإضافة إلى أنه اتباعها أيضا للأمور البيئة النهرية والمتغيرات التي تحدث في البيئة النهرية، وهذا ما قاله خبير جنوب أفريقيا متدني للغاية، وأنه تقريبا سدا بلا دراسات، وطلب أن تقوم أثيوبيا بالدراسات كاملة. وفي عام 2014 عندما تقابل رئيس الوزراء الأثيوبي مع الرئيس السيسي في غينيا الاستوائية في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، ادعى أن أثيوبيا قد استكملت الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية الأولى، وأنهم جاهزين الآن للتفاوض مع مصر والسودان لكي يطمئنوا، ولكن لم يقدموا لنا أي رسوم أو أي دراسات أجريت على معامل بناء المنخفض اللي هو 1.5 درجة، مقارنة مثلا بمعامل أمان السد العالي 8.5 درجات من 10 درجات. إذن هو في هناك خطورة حقيقية، رغم أنه المهندسين يدعون الآن أنه لا سدود تنهار بمثل هذه السهولة، وأن انهيار السدود مثل حوادث الطائرات قليل للغاية، ولكن هذا لا يمنع أنه في العام الماضي انهار سدا في الصين وانهار سدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أكبر الدول في التقنيات، وسبق لنهر تكيزي أن انهار جزئيا مرتين وتم ترميمه. إذن كان على أثيوبيا أن تأخذ هذا المجال. أما بالنسبة لحصص مصر والسودان، فهذا السد ليس مقام على النيل الموحد، حتى نتحدث عن حصص، وهذا ما تتخذ أثيوبيا ذريعة بأنها لم تشارك في تحديد الحصص ولا دخل لها بها، وهذا صحيح. إنما السد يقام على فرع من الفروع الأربعة لنهر النيل، والفروع ليس لها حصص، وهي النيل الأزرق وباقي الفروع عبرة والصباط من إثيوبيا ثم النيل الأبيض. وبالتالي نحن كنا نتحدث عن أهمية ضمان إثيوبيا لحد أدنى من تدفقات النيل الأزرق بعد الانتهاء من بناء السد، ولم نتحدث أبدا عن حصص مصر والسودان
التي تأتي من النيل الموحد وليس من فرع واحد من فروع النيل، حتى لا نعطي لإثيوبيا ذريعة للحديث عن الحصص ومن حددها، وأنها لم تشارك لا في اتفاقية 59 ولا 29، إنما نحن والسودان قسمنا ما تعودنا أن يصل إلى الحدود المصرية والسودانية منذ آلاف السنين دون تدخل من البشر، ودون أن نطلب من دول المنابع ألا تستخدم مياه النهر، إنما تستخدم ما تشاء، ويصل إلينا الفائض عند مدينة أسوان الحدودية بين مصر والسودان ومقدار 84 مليار نقسمها بين البلدين، باعتبار أن هذا ما يصل إلينا منذ آلاف السنين وليس حصصا، وبالتالي لم نتدخل في التدفقات الحرة للنهر. لذلك نعم. من الخطأ أن نتحدث عن حصص حين نتحدث عن سد النهضة المقام على النيل الأزرق، ونعطي لإثيوبيا الذريعة لاتخاذ موضوع الحصص، ولكن نطلب ضمان حد أدنى من تدفقات النيل الأزرق بعد السد. كان بيأتي بنحو 49 مليار، طب بعد السد هيبقوا كام؟ هيبقوا 45، هيبقوا 40، إنما ليس حصص أبدا، رغم أن النيل الأزرق بشكل نحو 64% من إجمالي تدفقات نهر النيل. نعم. أما من ناحية إنه الادعاء بأنه إثيوبيا لم تأتي بجديد وأنها طبقت البند الخامس في اتفاق إعلان المبادئ، البند الخامس ينص صراحة إنه خبراء الوطنيين في الدول الثلاثة يتفاوضون تحت مظلة المكتب الاستشاري الدولي الذي استبعدته إثيوبيا بعد ذلك، وأصرت أن يكون المفاوضات خالصة بين الدول الثلاثة، رغم أن إعلان المبادئ نص على وجود مكتب استشاري دولي، واختاروا مكتب فرنسي وافقت عليه إثيوبيا ثم تراجعت. قال تتفاوض الدول الثلاثة أو الخبراء الوطنيين في الدول الثلاثة على نظام الملء ونظام التشغيل، وبعدها قد يحق لإثيوبيا من حين إلى آخر تغيير ما تم الاتفاق عليه وإختار مصر والسودان، ولكننا لم نتفق حتى الآن، حتى تدعون أنكم لم أين الاتفاق الذي وصل إليه خبراء الدول الثلاثة في نظم الملء والتشغيل، حتى تقولوا أننا من حقنا أن نغير. نعم، ولكن نتفق أولا ثم نسجل ما اتفقنا عليه، وبالتالي أي تعديل سيكون طفيفا وملتزما بالقاعدة الأساسية. نحن حتى الآن خبراء الدول الثلاثة لم تتفق على نظام الملء، سواء في السنوات العجاف سنوات الجفاف أو في سنوات الفيضان أو في السنوات متوسطة الفيضان، نحن لم نتفق حتى الآن، وإثيوبيا تتهرب من أي اتفاق حتى تكون حرة في استغلال النهر كما تشاء، ناظرة إلى الأمام في السدود الثلاثة الجديدة التي ستقيمها أمام سد النهضة الإثيوبي، حتى تتجنب ترسبات الطمي الكبيرة التي تصيب السد، تترسب نحو 136.5 مليون طن طمي سترسب في بحيرة سد النهضة سنويا، وبالتالي لتقليل هذا الحمل من الإطماء لابد لإثيوبيا أن تقيم ثلاث سدود أخرى وهي محدداهم، يعني كرادوبي ومندايا ومافيل أمام السد في المسافة من بحيرة تانا وحتى السد، فبالتالي هناك أربع سدود أو ثلاث سدود قائمة مع سد النهضة يكونوا أربع سدود. هي تخشى الالتزام بضمان حد أدنى من تدفقات النيل الأزرق تحسبا للسدود الجديدة، وبالتالي نحن كان ينبغي ألا نتفاوض حول السد حول الحجارة، ولكن كان ينبغي كما تفعل كل دول العالم أن نتفاوض حول المياه. نحن نحتاج على السد من أجل حصتنا من المياه أو قدر من المياه، وبالتالي كان المفاوضات صارت بشكل خطأ، أو أخذتنا إثيوبيا إلى المسار الذي تريده، وهو الحديث عن السد وارتفاعه وأبعاده وسعة تخزينه، وهذا لا يهمنا، وإنما نحن نقول أن النيل الأزرق كان يشارك في مياه نهر النيل بنحو 50 مليار، الخمسين مليار دول هيبقوا كام بعد بناء السد؟ 45 مليار موافقين، مصر والسودان أعلنوا أن هم يوافقوا حتى 40 مليار، وإثيوبيا توقع على ذلك أنها تضمن تدفق لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل الأزرق إلى كل من السودان ومصر، ولكن هذا لم يحدث، وأخذنا نتناقش في أبعاد السد وارتفاعه وسعة البحيرة، ولم نتحدث عن المياه نفسها التي هي أصل المشكلة، لأن بناء السد على مجرى مائي يمنع المياه أو يقللها إلى حد كبير لمصر والسودان ويصبنا بالأضرار، وكان ينبغي أن نتفاوض على المياه وليس على أبعاد السد. هذا يعني أن إثيوبيا ربما يكون هي كانت على غدر عالي من الذكاء، بأنها شغلت السودان ومصر
بهيكلية البناء وبينما استمرت هي في استغلال المياه؟ صحيح، نعم، هي أخذتنا في الاتجاه الذي تريده. نحن نقول لهم بدل من هذا السد الضخم ابنوا سدين صغيرين، ابنوا 3 سدود صغيرة وتعطيكم نفس كمية الكهرباء وأكثر، وسعة البحيرة كبيرة 75 مليار، اجعلوها 24، اجعلوها 35، كل هذا لا يهمنا. وكل ما تبني اثيوبيا سد لن نلهس ورائها لتوقيع اتفاق جديد بشأن السد الجديد، ولكن كان علينا ان نتفاوض بان اثيوبيا تضمن خروج حد ادنى من المياه من حدودها عبر مجرى النيل الازرق ليشارك في مياه نهر النيل. هو الان يشارك ب 49 او 50 مليار، ال 50 مليار دول هيبقوا كام؟ اثيوبيا تضمن لنا كام؟ هم رفضوا يضمنوا حد ادنى من التدفقات تحسبا للسدود اللي هيبنوها بعد كده على النيل، ثم استسلمنا لهذا الامر كل من السودان ومصر. والموضوع الاساسي هو ان تضمن اثيوبيا حد ادنى من تدفقات النيل الازرق كما كانت عليه قبل بناء السد، وهذا لم يحدث حتى الان، وبالتالي اصبح الامر على نظام الملء ونظام التشغيل. طب ماذا يحدث في السنوات السبع العجاف؟ ماذا في سنوات الفيضان؟ خذوا ما تشاءون، لانكم لم تمسوا الحصه الاساسيه للنهر اللي في الفيضان، بيصل التدفقات الى 75 مليار. حتى لو خدتوا ال 25 مليار اللي فوق ال 50 المعتاده مش هتضرنا، انما كان الافضل ان تضمن اثيوبيا حد ادنى من النيل الازرق، ونوقع جميعا ال3 دول على ذلك، ثم تفعل ما تشاء في تشغيل وملء السد طالما تعهدت بحد ادنى من المياه ملزم لها امام المنظمات الدوليه وجميع دول الاتحاد الاوروبي وامريكا وغيرها. نعم دكتور عبد التواب، ربما يكون ظلت هذه القضيه في الشهور المضت هي إلى قدر كبير من الهدوء والكمون، ربما لم يحركها إلا هذا التصريح الذي أتى بالأمس. تفتكر لماذا يعني هناك تهاون أو تباطؤ في عملية التفاوض حتى بين اللجان الفنية في الدول الثلاث لإنجاز ما يمكن إنجازه في هذا الملف حتى يصلوا إلى اتفاق نهائي؟ لماذا تارة تهدأ الأمور شهور طويلة ثم تتحرك بتصريح بسيط وتبدأ القضية في التفاعل من جديد؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا في أزمة سد النهضة. أنا أرى أنه الخطر الحقيقي على حقوق مصر والسودان في مياه النيل ليست أثيوبيا التي تشرع في بناء هذا السد العدواني الذي يحجز المياه ولا يعطي دولتين في مصر والسودان الحق في كوب ماء واحد، ولكن تفريط الأنظمة في مصر والسودان في الحقيقة في التمسك بالحقوق التاريخية في مياه النيل، هذا هو الخطر الحقيقي. وعندما تتوقف المفاوضات بالشهور والطويلة وبالسنوات، يعني أصبحنا تقريبا تخطينا 10 سنوات في مفاوضات عبثية، ولكن لم يتوقف البناء يوما واحدا في هذا السد العدواني، حتى أصبحت هذه المفاوضات وما تلاها من توقيع إعلان مارس 2015 غطاء وشرعية جديدة لسد النهضة كان يفتقدها لولا يعني تراخي وتقصير النظام في مصر والسودان على مدار هذه السنوات الطويلة في وقف أثيوبيا عن أنها تنفرد بالتصرف في هذا شريان الحياة لمصر وعلى وجه الخصوص. وإذا استمرت هذه المفاوضات العبثية عندما يعني نصمت ونسكت صمت القبور منذ سنة ماضية، والبناء في السد يزيد يوم بعد يوم، واحتجاز المياه في سد النهضة يوم بعد يوم، وكأن أثيوبيا تلف حبل الموت والعطش أو الغرق في رقاب مصر والسودان والأنظمة صامتة، هذه شرعية وغطاء لأثيوبيا إنها تفعل ما تريد دون اتفاق حتى باعتراف الحكومة في مصر والسودان أن أثيوبيا تنفرد بالبناء والمل والتشغيل الكهرباء قبل شهرين دون اتفاق ودون أنها يعني تلوي على شرعية دولية أو حتى تأخذ رأي الأمم المتحدة
أو الولايات المتحدة الأمريكية أو البنك الدولي باعتبارهم رعاة لهذه المفاوضات المزعومة. وأنا أرى أنه يعني في هذه اللحظة على مصر والسودان الأنظمة في الدولتين اللذين يعني وحدتهما الأزمة، وأنه مصر والسودان بينهم روابط عضوية لا تنفك، وإذا فرقتهم السياسة أبدا لا يمكن للتاريخ والجغرافيا إن هو التاريخ والجغرافيا ظل يحافظ على المصير المشترك بين مصر والسودان. يجب أنهم يقفوا وقفة تاريخية في هذه اللحظة من أجل أنهم يسنوا أثيوبيا ويوقفوها على الانفراد بالتصرفات غير المسؤولة في الحقيقة، والتي تضر بالحياة في مصر والسودان ضررا وجوديا. لا أتصور أبدا أنه يتم انهيار سد النهضة في لحظة من اللحظات ويكون هناك ستكون السودان في مأمن من الغرق حتى الخرطوم وما بعدها. لا أتصور للحياة شكل في مصر بعد أن أثيوبيا تتحكم تحكم كامل في مياه النيل الأزرق، وحتى يعني أنها تعطينا المياه في وقت الشتاء ثم تحجزه في وقت الصيف. هذا يعرض الزراعة المصرية التي لا تكفي 40% من الاحتياجات الغذائية في مصر. هذا يعني تهديد وجودي للحياة في مصر. إذا كانت مصر هي هبة النيل فلا شكل للحياة، فلا تصور لشكل الحياة في مصر وأثيوبيا تتحكم في النيل الأزرق على هذا الحد. وبالتالي يجب على النظام في مصر وفي السودان أنهم أولا يتم سحب التوقيع مارس 2015 الذي تتذرع به أثيوبيا، ثانيا يتم محاصرة ومقاطعة كهرباء سد النهضة المزعومة، لأنه الكهرباء التي سوف يتم توليدها لن تزيد عن 1 أو 2 جيجا من الكهرباء وليس 6 جيجا كما تزعم أثيوبيا. وهذا بناء على دراسات أثيوبية لخبراء يعملون في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة. وأشير هنا إلى الخبير الأثيوبي أصفوبيين الذي يقول إن الحجم الطبيعي لسد النهضة يجب أن لا يزيد عن 14 مليار متر مكعب. وأثيوبيا عندما أعلنت عن هذا السد في أول مرة، سد إكس أو سد الحدود، ميل الزناوي قال إنه حجم السد لن يتجاوز ال 11 مليار. فلماذا يتم المبالغة في حجم السد حتى يصل إلى 75 مليار متر مكعب خصما من كل الحصة المائية لمصر والسودان، ما يجعل هذا السد سد عدواني وإعلان حرب وتهديد وجودي للأمن المائي الذي هو جزء من الأمن القومي لمصر وللسودان. نحن يعني أمام مطلب تاريخي للأنظمة في مصر والسودان أنها تقف وقفة جادة في يعني ترقى إلى المسؤولية في مقابل أثيوبيا التي فعلا تريد أنها تتحكم تحكم كامل في مياه النيل الأزرق الذي يعطي 50 مليار، يعني تقريبا 50 مليار، 75% أو 80%، 83% من مياه النيل، نهر النيل لمصر. 64% من 59 ل 64% مشاركة النيل الأزرق في مياه النيل البحر. يعني دكتور نادل، النيل الأزرق يعطي 48 أو 50 مليار كما حضرتك يعني تشرفت وقلت، ومن الحصة اللي هي ال 75 مليار في النيل الأبيض والنيل الأزرق، تقريبا 83% من المياه التي تصلنا إلى مصر تأتي من النيل الأزرق. يعني إذا قسمنا كده بحسبة بسيطة 49 مليار على 84 مليار اللي هو إجمالي تدفقات نهر النيل، وتدفق النهر هو كمية المياه التي تصل إلى دولة المصب، إذا قسمنا هذا الرقم اللي هو 49 مليار على 84 هيطلع بالنسبة لنا إحنا 59، إنما التقارير الدولية سواء للبنك الدولي أو لمنظمة الأغذية والزراعة تقول انه عشان الفيضان الكبير اللي بياتي من النيل الازرق ونهر عبد البر فقط هم اللي بيفيدوا والنيل الابيض لا يفيد،
فقالوا انه النسبه الصحيحه لمشاركه النيل الازرق تتراوح ما بين 59 الى 64% من اجمالي مياه النيل، وهو الرافد الاكبر للاربع فروع الاخرى عطبره والسباط والنيل الابيض، وبالتالي هو اللي بيشكل الرافد الاكبر للنيل الموحد. نعم، يعني أنا لا أختلف مع حضرتك يا دكتور نادر، لكن فعلا النيل الأزرق هو يعني وارد كبير للمياه في مصر والسودان. إذا كانت الحصة التاريخية لمصر 55 مليار ويأتي 48 مليار منها من أثيوبيا من النيل الأزرق، ليس منها، ولكن يعني الحكومة في مصر والسودان يعني معنية الآن بالوقوف موقف جاد تجاه ما تنفرد به أثيوبيا من البناء منفردة، والشروع في الملء الأول تلو الثاني تلو الثالث يليه الثالث دون اتفاق. هذا هو مكمن الخطورة، انفراد أثيوبيا بتصرفات المياه في النيل الأزرق. أريد أن أوضح أمر آخر، هو أن القانون الدولي لمياه الأنهار الدولية غير الملاحية العابرة للحدود رفض استخدام كلمة الحقوق التاريخية، ولذلك لم توقع مصر والسودان على الاتفاقية ولم تنضم لها حتى الآن، ولكنها أصبحت سارية منذ عام 2007 بعد أن اكتمل النصاب القانوني، ولكنها وضعت أو أحلتها بمصطلح أعمق ولصالحنا، وهو الحقوق المكتسبة الأكسبتد رايتس. الحقوق المكتسبة أي ما تعودت مصر والسودان على استلامه من مياه النهر عبر التدفق الحر للنهر كما وجد في الطبيعة وكما خلقه الله، والذي تعودت البلدان على استلامها منذ آلاف السنين. وبالتالي استخدام لفظ الحقوق المكتسبة أقوى كثيرا وأكثر قانونية من كلمة الحقوق التاريخية، فالتاريخ ليس له حصص، ولكن علينا أن نستخدم كلمة الحقوق المكتسبة أي ما تعودنا على وصوله إلى الحدود المصرية السودانية، هذا ما يعترف به القانون الدولي. وبالتالي عندما نقول الحقوق التاريخية يضحك الإثيوبيون ويقولوا التاريخ ليس له حقوق والقانون الدولي لم يعترف بحقوق تاريخية، ولكن علينا أن نستخدم لفظ الحقوق المكتسبة قانونا، وهو الذي يخدمنا أكثر. لأن عندما يقولون من الذي حدد لمصر حصة 55.5 ومن الذي حدد لمصر للسودان 18.5، نقول الطبيعة هي التي حددت الانحدار الحر. نحن لم نمنعكم من استخدام مياه النيل الأزرق ولا عطبرة ولا الصباط، ولم نمنع دول منابع البحيرات الاستوائية من استخدام النيل الأبيض، ولكن ما تعودنا أن يصل إليه بعد استخدامكم لكل أنواع المياه وأخذكم لكل الأمطار كان يصل إلينا 84 مليار عند الحدود المصرية السودانية، نقتسمهم مع كشعب واحد في السودان ومصر. أما الحديث عن من حدد لكم، الطبيعة التي حددت التدفق الحر، وبالتالي هذه الحصص كانت ترجمة للتدفق الحر للأنهار المشاركة في نهر النيل، وليس وضع مخلوقات أو أن مصر اللي حددت الحصة، بل الطبيعة هي التي حددت ما يصل إلى مصر والسودان من مياه تكون من حقنا، لأن ما فيش دول بعدنا هل نهدرها في البحر. عندما يقولوا أنشأت السد العالي قلنا أنه لن يضر أحد، نحن أنقذنا بالسد العالي 22 مليار متر مكعب كانت تهدر في مياه المالحة للبحر المتوسط، فهل المياه المالحة أولى من الشعب المصري والسوداني بمياه العذبة؟ ولذلك أشادت الأمم المتحدة بمشروع السد العالي وقالت أنه أعظم مشروع في القرن العشرين، حافظ على 22 مليار متر مكعب من المياه كانت تهدر في البحر المتوسط وقسمت بين مصر والسودان. ولذلك لا يقارن السد العالي بالسد اللي في دولة المنابع اللي هو سد النهضة، لأن هذا يضر دولتين، إنما السد العالي نفع دولتين اللي هي مصر والسودان، ومنع إهدار المياه العذبة كمورد مائي ثمين ونادر من الإهدار في المياه المالحة، وجعلها من حق الشعبين المصري والإثيوبي. ولذلك نستخدم كلمة الحقوق المكتسبة ونحافظ على كل قطرة مياه تصل إلينا. نعم، أضيف لحضرتك يا دكتور نادر أنه اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي بتعمل بها الأمم المتحدة من 1997 في المادة السادسة
الخاصة بالانتفاع المنصف والمعقول بتلزم جميع دول الحوض إنها تحترم ما تشير إليه حضرتك الآن في موضوع الاستخدامات الحالية القائمة التي تعودت الدول إنها تتلقاها سنة بعد سنة، وأيضاً تحترم دول المجرى المائي تحترم احتياجات السكان وعددهم، وهل هناك بدائل للنهر الموارد المائية في النهر إذا يعني استخدمت أثيوبيا مثلاً أكثر من إذا استخدمت نقصاً من قصة مصر والسودان، هل يوجد في مصر بدائل لنهر النيل وما حجم هذه البدائل؟ لكن المشكلة إنه أثيوبيا لا تعترف بالاتفاقيات القانونية التي قد يعني نعبر عنها بأنها اتفاقيات تاريخية، وخاصة اتفاقية 1902 لأنها واضحة جدا في مسألة الحقوق، إن أثيوبيا تأخذ إقليم بني شنقول في مقابل إنها يعني تحترم حقوق مصر في الحصة الطبيعية كما تفضل حضرتك أن تطلق عليها التي تأتيها من النيل الأزرق، وأيضا لا تحترم. شوف صديقي الدكتور عبد التواب، هو للأسف أنه إعلان المبادئ لغى كل الاتفاقيات خلاص. ليه؟ لأنه إحنا قلنا في 1902 ممنوع البناء على النيل وفروعه سواء كان النيل الأزرق أو عطبرة أو السبات، ثم جاءنا اعترفنا بسد النهضة، إذا خلاص ألغينا كل الاتفاقيات السابقة بيدينا، لأننا أقامت أثيوبيا سدا على النيل الأزرق ومصر والسودان للأسف اعترفت بها. إنما الأمر الثاني إنه هو يمكن من البند الثامن إلى البند الـ15 التي تتحدث في قانون الأنهار الدولية المكون من 31 بند على بناء السدود على الأنهار، أحد أهم الشروط أن تحافظ الدولة التي تقيم السد على المنشآت السابقة في الدول الأخرى، بمعنى أن كان على أثيوبيا أن تخطط للحفاظ على الروسيرس وصنار في السودان ومروي أيضا على النيل الموحد والسد العالي، وهذا ما لم تقم به أثيوبيا ولم تقم بالدراسات اللازمة لذلك، حتى أنه في العام الماضي عندما أعلنت أنها ستخزن 14 مليار ثم خزنت 4 مليار وفتحت المياه فجأة لتتدفق إلى السودان أضر ذلك كثيرا بسد روسيرس وصنار، واضطرت السودان إلى التفريغ السريع للمكونات السد حتى لا ينهار من تدفق كمية كبيرة من المياه، كان مفترض أن تصل بعد شهر ونص ولكنها وصلت بعد أسبوعين فقط، نتيجة لأن أثيوبيا اكتفت بتخزين 4 مليار لأنه كان في عيوب في السد، وبالتالي فتحت المياه دون تنسيق مع السودان وهدد ذلك. إذن القانون الدولي حدد إنه أولاً أن تحافظ دولة المنابع على المنشآت السابقة لها، السدود السابقة لها على النهر، ثانياً أن إذا كان لديها بديلاً من المياه، وأثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار وليس 9 أنهار، أحواض أنهار وكل نهر يحتوي على العديد من الروافد، إذن لديها بدائل من المياه، وكان لا ينبغي إليها إقامة هذا السد الضخم. ثالثا أن القانون أيضا حدد أن دول المنابع تقيم سدودا صغيرة وليست سدودا عملاقة على النهر المشترك حتى لا تضر جيرانها، وهي بنت سدا عملاقا، واشترط أن تخطر دول المصب والممر مسبقا وتعطيها مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد ل6 أشهر لقبول السد أو رفضه، فإذا ما تم رفضه يلجؤون إلى الأمم المتحدة للتحكيم، وهذا أيضا لم يحدث، لا أخطرتنا ولا اديتنا إنذار ولا اديتنا مهلة سنة، وإنما شرعت في إقامة السد، وأخطأنا عندما اعترفنا بسد غير قانوني دون أن نضمن حد أدنى من تدفقات المياه تضمنها لنا أثيوبيا، ودون أن نتأكد من أمان السد وتقدم أثيوبيا لنا الرسومات الكاملة التي تؤكد ارتفاع معامل أمان السد من 1.5 إلى 8 مثلا زي السد العالي أو 8.5، ولكن حتى الآن الحقيقة أثيوبيا تعتبر وكأنها هي التي كتبت إعلان مبادئ الخرطوم 2015، وكأن السودان ومصر لم تشارك في كتابة هذا الإعلان، وبس ليس لنا أمامنا فرصة لسحب اعترفنا به، لأنه يمكن هو الوحيد اللي بيحدد العلاقة ما بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد اتفاقية 1902 التي تعتبر لاغية بعد اعترفنا بهذا السد، فللأسف لا نستطيع بسهولة سحب اعترافنا
بإعلان المبادئ، وإلا سيكون موقفنا الدولي على المحك ومصدر نقد عالمي ومصدر نقد أفريقي. ولكن علينا أن نوضح كيف أن إثيوبيا لم تلتزم بما جاء في إعلان المبادئ، وتجاهلت مثلا في البند العاشر اللجوء إلى الوساطة الدولية إذا ما حصل اختلاف. عندما لجأنا إلى الولايات المتحدة انسحبت، عندما طلبنا مشاركة الاتحاد الأوروبي رفضت، عندما طلبنا مشاركة البنك الدولي رفضت. إذا هي يعني أفرغت محتويات العشرة لإعلان المبادئ من محتواها. الاتفاق على مكتب استشاري دولي انسحبت منه ورفضته بعد ذلك. أمور كثيرة، الاتفاق على التعويضات متى ثبت وجود أضرار، كل هذا لم نتفق عليه، وبالتالي هي أفرغت إعلان المبادئ من محتواه في الأمور التي تخص السودان ومصر، وصممت فقط على البند الخامس إنه بعد ما يتم الاتفاق على نظام الملء والتشغيل من حق إثيوبيا تغيره. طب ما احنا ما اتفقناش أصلاً عشان تغيروه، لازم نتفق أولاً على نظام الملء والتشغيل ونوثق هذا الاعتراف الاتفاق ونضع له خلفية قانونية. إذا اختلفنا نلجأ لمين قانونا؟ إلى محكمة لاهاي الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، ثم بعد ذلك يكون التغيير بالاتفاق بين الدول الثلاثة طبقا لسير مياه الفيضان وهيدرولوجيا النهر. نعم، وحضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، أن إثيوبيا لم تلتزم باتفاق مارس 2015، وهي أيضا لم تعترف بالاتفاقيات القديمة، وبالتالي هي لن تفي بما سوف يتم التوقيع أو الاتفاق عليه، وهذا يجعلنا نطالب الأنظمة في مصر وفي السودان أنها تقف موقف جاد تجاه الهدف الذي تعلنه الآن، أنه إلزام أثيوبيا بالجلوس على مائدة المفاوضات مجددا للتوقيع اتفاق قانوني. نحن نقول أنها لن تلتزم به، كما أنها لم تعترف بما جرى من اتفاقيات قديمة. جميل، شاكر لكم جزيلا. عذرا، كنت ربما يكون لانقطاع التيار الكهربائي لم أستطيع التواصل معكم ضيفي الكريمين. بروف، في تصريح السيد الرئيس صدر النهضة يتحدث عن أن هذا التصريح زي ما ذكر أنه ليست مهتم بالشأن السوداني ولا المصري، بينما غللت بعض الجهات المسؤولة في السودان أن هذا الحديث ربما يكون حديث من شخص ليست بذاك الوزن الذي يمكن أن نعيره هذا الاهتمام. إذا لماذا صبطاء مصر والسودان يعني غضبا كبير على هذه التصريحات وأرادتا أن تتحدث كأنما هناك مساحة جديدة لتراجع أثيوبيا أو تمسكها بحقوقها الخاصة دون أن تلتفت للآخرين؟ يعني نعم، هو طبعا كمدير للسد ليس شخصية سياسية وليست محسوبة على السياسيين الأثيوبيين حتى يجري هذا الحديث، وكان يفضل أن يتحدث عن الفنيات فقط الخاصة بالسد وتوليد الكهرباء وكفاءته وربطه بالشبكة العامة، أما أن نتحدث عن الأضرار التي تلحق بمصر والسودان ويقول أن هذا أمر لا يعنينا. مفترض أن هناك مصالح مشتركة بين الدول الثلاثة، ومفترض أن يعمل النهر على الربط بين مصالح واقتصاديات الدول الثلاثة. أما إذا كان يقصد أنه لماذا تتحدثون الآن عن مشاكل سد النهضة وقد سبق أن وافقتم عليه في إعلان المبادئ، هو محق في ذلك، لأننا كان ينبغي كما قلت أن ندرس أولا ثم نوقع بعد ذلك، وبالتالي كان ينبغي أن نضع شروطا وتحفظات على السد وتبقى التوقيعات معلقة إلى حين التوافق عليها، أن تضمن إثيوبيا حد أدنى ألا تضر بمصالح مصر والسودان. هم يتمسكون بقول أن قانون الأمم المتحدة يقول الضرر ذو شأن significant hazard، وبالتالي ضرر ذو شأن هذا قمة مطاطة تحددها كل دولة. يعني مثلا في مصر والسودان يمكن نقص متر واحد من المياه هو ضرر ذو شأن، لأننا دولتين للندرة المائية، نصيب الفرد في مصر 660 متر فقط بدلا من 1000 متر، ونصيب السودان ليس أكثر كثيرا، ونصفها الشمالي صحراء قرب الحدود المصرية تحتاج إلى كل قطرة مياه، بينما قد ترى إثيوبيا مثلا أن الضرر ذو شأن إذا تم خصم أكثر من 10 أو 15 مليار. إذن الأمم المتحدة لم تحدد ما هو الضرر ذو الشأن الذي تتمسك به إثيوبيا، وبالتالي فعلا
انه كان من الخطا ان يقول ان الضرر الذي سيلحق بمصر والسودان لا يعنينا، وانما كان ينبغي ان يترك هذا الامر للسياسيين والمفاوضين حين يجلسوا على طاوله المفاوضات لتقليل الضرر، خاصه ان اعلان المبادئ ينص بعد ذلك على وجود تعويضات تدفع لكل من مصر والسودان في حاله اثبات ان هناك ضرر جسيم قد لحق بكل باي من مصر او السودان. فإذا دي أيضا من الأمور التي لم يدرسها في إعلان المبادئ ببنود العشرة، وهذا التصريح لم يكن موفقا، لأن مفترض أنه على الأقل دبلوماسيا يقول أن مصالح مصر والسودان تهم إثيوبيا، وأنه دائما كما يقول رئيس رؤساء الوزراء الإثيوبيين على مدار تعاقبهم أنه لا ضرر لكل من مصر والسودان، وأننا لم ننشئ السد للضرر ولكن لتبادل المنافع، ولكنهم يعترفون الآن بأن هناك ضررا أكيدا سيحدث بكل من مصر والسودان، خاصة أثناء الملء 75 مليار، وهذه كمية ضخمة جدا من المياه ما كان ينبغي أن نوافق عليها، لأن ده يعني كل دي مية كانت جاية للسودان ومصر أصبحت الآن حجيزة أو تحبس في بحيرة السد الإثيوبي، وبالتالي كان ينبغي أن يكون التفاوض على تقليل هذه السعة إلى 30 أو 35 مليار فقط، وتعطي نفس كمية الكهرباء، وبالتالي لن تتضرر مصر والسودان مع ضمان إثيوبيا لحد أدنى من تدفقات النيل الأزرق. لم يكن التصريح موفق، ومفترض أن مصالح السودان ومصر تهم إثيوبيا، وإلا تشتعل المنطقة بعد ذلك إذا ما تفاقمت الأضرار. بروف، يرى بعض المراقبون أن ربما يكون مصر أقحمت السودان في هذا الملف وهو يقاتل بالنيابة عنها، ربما يكون هذا الحديث في إشارة على أن السودان له مكاسب كثيرة من وجود هذا السد. اليوم أنا كنت أتحدث مع عدد من المسؤولين السودانيين في وزارة الري أيضا لأستضيفهم في هذه الحلقة ولأسمع منهم بعض التطورات، لكن ربما يكون لانشغالهم ببعض الأمور التي ذكروها هم اعتذروا. هل تفتكر إلى حد ما ربما يكون أثيوبيا تلعب الآن في أنها تصبح هناك واقعة بين السودان ومصر وهي جزء من الحرب ربما التي تخطط لها أثيوبيا؟ نعم سيد الفاضل، منذ بداية أزمة سد النهضة وقبلها بنحو 5 سنين كانت الاستراتيجية الإثيوبية هي استمالة السودان إلى الجانب الإثيوبي وسحب الوحدة الكبيرة بين مصر والسودان، وأن دائما مصر تؤيد كل مواقف السودان والسودان دائما تؤيد كل مواقف مصر، وكما كنا في اتفاقية عنتيبي التي كنا فيها يدا واحدة. إنما القول أن هذا هو سد السودان المبني في إثيوبيا كان لغرض خداع السودانيين، أولا أن مياه الفيضان تأتي لتغسل كل شرق السودان وكل أراضيه من الأملاح ومن تراكمات الأسمدة والمبيدات والسموم الموجودة في الأرض. أنا أضرب مثلا كما حدث لدى مصر بعد السد العالي أن تملحت أراضي الدلتا نتيجة غياب الغسيل بمياه الفيضان السنوي، وأيضا بدأت تنتشر الأمراض نتيجة للتوسع في استخدام المبيدات لملاحقة الآفات التي كانت تغسلها مياه الفيضان على مدار 3 أو 4 شهور كل سنة، وأيضا أن غياب مياه الفيضان التي تزرع عليها السودان وتخزن في الأرض فيزرع المحصول الشتوي بالكامل دون أي ري على نظام الحياض، أصبح على السودان الآن أن تقيم شبكة من الترع ويقابلها شبكة من المصارف، وهذا يتكلف المليارات فوق طاقة السودان. فماذا ستفعل السودان بعد الفيضان الذي تعتمد عليه في الري كاملا دون وجود ترع أو مصارف في كل شرق السودان في ولاية النيل الأزرق أو في الولايات المجاورة لا على الحدود الإثيوبية، وهي مساحة كبيرة من الأراضي القصبة، وبالتالي السودان ستدفع ثمنا غاليا، ليس كما يدعي الجانب الإثيوبي أن هذا السد له منافع على السودان سوى المنع الإطماء على السدود، والطمي نفسه مادة مخصبة وبديلة للأسمدة. نحن بعد منع الطمي بعد السد العالي عن الأراضي المصرية أصبحنا البديل له الأسمدة الكيميائية، والأسمدة الكيميائية لها أثار متبقية، متبقيات الأسمدة معروفة وسامة، وبدأ يظهر أمراض السرطان في مصر وسرطان الأطفال وسرطان الكبار والأورام في مختلف نتيجة للإفراط في استخدام الأسمدة. هذا ما بعد حجز الطمي في إثيوبيا 136.5 مليون متر مكعب من الطمي كان يأتي إلى السودان ومنها إلى مصر، كان يخصب الأرض الزراعية وكان يغسلها، أصبح البديل ماذا؟ أن السودان ستضيف الأسمدة الكيميائية، ستفرط في استخدام المبيدات، ستبدأ ظهور الأمراض،
سواء على النباتات او على الانسان، على السودان ان تنشئ شبكه كبيره من المراوي والمصارف، نتيجه لانها ستتحول الى نظام الري بعد نظام الغمر بمياه الفيضان والاعتماد في الزراعة على مياه الفيضان لمدة 6 أشهر. إذن أضرار السودان جسيمة، بعكس أن مصر كل الحكاية أن هيقل المياه اللي واصلة للسد العالي، هيقل توليد الكهرباء، إن بعد كده في المستقبل هنشوف مدى التراجع في حصة الزراعة، لأن الزراعة هي المستهلك الأعظم للمياه في السودان ومصر. عندنا بتستهلك نحو 80 إلى 85% من إجمالي مواردنا المائية، فبالتالي هنضطر نسحب من قطاع الزراعة عشان ما أقدرش أسحب من قطاع المنازل ولا من قطاع الصناعة عالي العائد، وبالتالي هتتضرر بعض المساحات من الأراضي الزراعية. إنما السودان هيدفع ثمن جسيم، تتملح أراضيه، تستخدم مزيد من الأسمدة والمبيدات، يمرض شعبه، يصاب بأورامات، وعليها أن تنشئ شبكة للري والصرف، وهذا مكلف للغاية على الاقتصاد السوداني الحالي. وضحت الفكرة. دعنا ننتقل للدكتور عبد التواب. دكتور، حينما نتحدث الآن عن هذه المخاطر وعن العناد الذي إذا صحت العبارة أن تذهب به الآن أثيوبيا في خطاها ولا يعني تلتفت إلى وراء ما يصيب السودان ربما يكون ومصر، ما المطلوب الآن إجراءه بطريقة فاعلة حتى يتفق الجميع أو يتوصلوا إلى اتفاق يصبح من أجله أن مصر والسودان وأثيوبيا لهم منافع ولا ضرر في هذه المسائل التي تتعلق بالصد وبنائه؟ نعم، أنا أرى الآن إنه النظام في مصر وفي السودان معنيان بكسر جدار الصمت الذي يلف سد النهضة الذي لم تتوقف البناء فيه يوما واحدا. هذا السد له تأثير وجودي على الحياة في مصر وفي السودان دون تقليل الآثار على السودان أو تعظيمها على مصر. سد النهضة له تأثيرات وجودية على الحياة، كل مناحي الحياة في مصر وفي السودان، كما أشار ضيفك الكريم البروفيسور نادر. وبالتالي الأنظمة معنية الآن بالوقوف وقفة جادة في وجه أثيوبيا التي تتصرف تصرفات منفردة ودون اتفاق ودون اعتبار للحقوق في مصر وفي السودان. وإذا كانت أثيوبيا تتزرع بإعلام مارس 2015 فعلى مصر والسودان أن تقيم الحجة على النظام في أثيوبيا أنها لم تلتزم بمبادئ هذا الاتفاق الذي أعطاها كل الحقوق ولم تعطي أثيوبيا مصر والسودان حقا واحدا. الأمر الثاني، أنا أرى أنه سوف تظل هذه المفاوضات عبثية لا تقدم ولا تؤخر طالما أن العنصر الدولي المحكم بين الأطراف الثلاثة غائب. وأنا أرى أنه نحن مدعوين الآن إلى المطالبة بعودة الخبراء الدوليين لهذه المفاوضات حتى يضبطوا الأمور ويفصلوا في المسائل الفنية والقانونية أيضا، والقانونية قبل الفنية. وإذا كانت أثيوبيا لا تلتزم الآن ولا تعترف بالاتفاقيات السابقة فليس كل الظن اسم، وبالتالي أثيوبيا لن تلتزم بما يعني تريد مصر أنه تأخذه من أثيوبيا من اتفاق من توقيع اتفاق ملزم في المستقبل. أثيوبيا لن تلتزم، ومن حق مصر والسودان وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة إنها تتدخل بكل الطرق لحماية أمنها المائي الذي هو جزء أصيل من الأمن القومي. إذا كانت أثيوبيا تهدد الأمن المائي والأمن القومي في مصر والسودان، من حق مصر والسودان إنها تتدخل تدخلاً مباشراً وغير مباشر بكل الوسائل المتاحة من أجل حماية حقوق مصر والسودان في المياه وفي الحياة. هل ذلك ربما يكون ستتصاعد الأمور دكتور عبد التواب إلى مرحلة المواجهات لا سمح الله؟ قطع المياه هو إعلان حرب، وما تفعله أثيوبيا من تحويل هذا المجرى التاريخي
تاريخ الحياه في الوادي هو اعلان حرب على الحياه في مصر وفي السودان. وكما قلت انه مبادئ القانون الدولي والاعراف الدوليه ومبادئ الامم المتحده تعطي مصر والسودان الحق في حمايه حقوقها بكل الطرق، والتدخل العسكري ليس هو الطريقه الاولى، ولكن يجب الا نستبعده. نحن في مصر والسودان لا نتمنى الشر من اثيوبيا، ولكننا الان نتوقعه بعد مفاوضات 10 سنوات لم تقدم لمصر وللسودان ضامن واحد في حقهم من بعيد ولا من قريب، ولكنه اعطى كل الحقوق لاثيوبيا واصبح بناء صد واصبح صد النهضه الذي لم يكن يوما من الايام قانونيا اصبح امرا واقعا، ويعني مبنى جاسم على شريان الحياه في مصر والسودان، والحكومات معنيه في مصر والسودان انها تقف موقف جاد في مواجهه اثيوبيا من اجل حمايه حقوق مصر والسودان في الحياه وفي المياه بكل الطرق طبعا. نعم. بروفيسور نادر، انا لم يتبقى لي سوى دقائق معدودات، امل ان اختم بهذا اللقاء. اريد ان اذهب معك الى الشان الداخلي. اثيوبيا الان تعاني عدد من الصراعات الداخليه، وربما تكون حروب حتى مع التيغراي من جانب، وهناك جبهات اخرى مع السودان في منطقة الفشقة، وربما يكون كذلك مع الصومال. عدد من الجبهات حوالي أثيوبيا الآن تتفتح عسكريا فضلا عن توتر أمني داخلي. هل ستصمد أثيوبيا أمام كل هذه التوترات ربما وتتقدم خطوات في اتجاه السد، أو ربما أيضا السؤال بطريقة أخرى، هل ستصبح هذه التوترات واحدة من مهددات أيضا وجود السد، وربما يكون هي بطريقة أو أخرى أصبحت واحدة من المهددات الحقيقية؟ نعم سيدي، هكذا أثيوبيا منذ قديم الأزل، يعني في منذ تولي محمد علي أمور الحكم في مصر عام 1805 ذهبت إلى السودان لحماية التعديات الأثيوبية على الأراضي السودانية، واستمرت هناك لمدة سنتين وهي تسد الهجمات الأثيوبية التي تؤمن تماما بأن لا يوجد بلد أصلا اسمه السودان، وأن حدود أثيوبيا تنتهي عند تلاقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض في مدينة الخرطوم، ثم تمتد شمالا 330 كيلو حتى التقاء عطبرة مع النيل الموحد شمال الخرطوم ب 330 كيلو، ثم تبدأ الحدود المصرية بعد ذلك. وحاولت إغراء مصر بهذا الأمر إلا أن مصر رفضت الاعتراف وتصدت للعدوان الإثيوبي على جيرانها، ثم دخلت في حرب السنوات الطويلة مع إريتريا، ثم تدخلت في الصومال بعد ذلك، وتعيش دائما في حالة، ثم أقامت مجموعة سدود شيب على نهر أومو الذي يربط بينها وبين كينيا، وأقامت 3 سدود وفي الطريق سدين، ومنعت المية على بحيرة تركانا وأضرت نحو 200,000 كيني. هي دائما في صراعات وفي عدوانية مع كل جيرانها، لم يسلم أحد من جيرانها، إريتريا، جيبوتي، الصومال، السودان، ثم أخيرا مصر، من عدوانية الإثيوبيين على مدار زمانهم. إنما بالتأكيد الحرب ضد التجري وانضم إليهم الأورومو في النهاية أوقفت أو استنزفت الأموال الإثيوبية وما كان مخصص لتعلية سد النهضة وإحراز تقدم، بدليل أن مدير السد نفسه أعلن أن السد متوقف عند رقم 80% حتى الآن، وهو نفس رقم العام الماضي. إذن لم يحدث أي تقدم هذا العام في بناء السد، وهو كما كان في العام الماضي، وبالتالي نتوقع ألا تتمكن إثيوبيا من الملء الثالث بحجم 10 مليار، وقد يكون مثل العام الماضي ما بين 4 إلى 5، لأنه استنزفت الأموال والأمور المالية في الحرب الداخلية طوال العام الماضي، وبالتالي لا نتوقع لإثيوبيا. يعني أنا أعتقد أن إثيوبيا كدولة فقيرة نامية تسرعت في بناء سد فوق طاقتها، سد ضخم للغاية فوق طاقات دولة فقيرة وليس لديها خبرة سابقة في بناء الميجا دام أو السدود الضخمة،
وبالتالي هي الآن يعني على مدار شوف من 2011 حتى الآن 11 عاما، ومع ذلك لم تورد تشغل إلا توربين واحد من إجمالي 13 توربين، كانوا 16 وتم تخفيضهم. فأنا أعتقد أن السد فوق القدرات الإثيوبية قد تستعين بخبرات إيطالية أو صينية لتشغيل السد، ولكن ما زال أمامها ليس أقل من 5 سنوات نتيجة للتعثر المالي وعدم قدرتها على ملاحقة مصاريف ومتطلبات السد. ولا أتوقع أنها تملأ 10 مليار هذا العام، ولكن دعنا، حتى الآن الحائط الأوسط ارتفع بارتفاع 4 متر فقط، وكان مفترض أن يكون الآن وصل إلى 10 أمتار، لأنه حتى يصل إلى 20 متر في نهاية شهر يونيو القادم بقى، والحالي اللي فاضل له يوم واحد عشان يقدر يخزنوا 10 مليار. لا أعتقد أنهم هيوصلوا لارتفاع 20 متر في الحاجز الأوسط الذي يعترض مجرى النيل الأزرق، ولكن لذلك أقول أنه العمل يسير ببطء في تعلية الحاجز الأوسط، ولم يتم إنجاز إلا ارتفاع 4 متر حتى الآن. بروف، أنا شاكر لك جزيلا. تسمح لي أن مثل ما بدأت بك الحديث أن أختم بالدكتور عبد التواب هذه الحلقة. دكتور، استمعت لهذا الحديث جيدا. نحن لازلنا نقف عند محطة لا جديد الآن في توسع أو بناء السد فوق 80% التي تتحدث عنها الإدارة الأثيوبية منذ العام القادم، كذلك تعثر موجود الآن في المفاوضات الثلاثية. بصفتك متابع لهذا الملف، ما هو المستقبل التفاوضي الذي يمكن أن تتنبأ به في ظل هذه الظروف التي تحيط بالسد وبنائه والظروف الداخلية التي تعيشها أثيوبيا؟ يعني يجب ألا نقلل من إنجازات أثيوبيا في بناء السد، وإن كانت يعني تتعثر لكنها لم تتوقف في البناء، وقبل شهرين أعلنت عن تشغيل التوربين أو 2 أيضا دون اتفاق مع مصر ومع السودان. أثيوبيا في هذه الأثناء تبني السد ولا تلوي على مصالح مصر والسودان، وبالتالي وهي جادة في بناء السد بحجم 75 أو 74 مليار متر مكعب، أيضا دون اتفاق ودون التزام بما تم الاتفاق عليه في مارس 2015. وإذا ظلت مصر والسودان في هذا الصمت وأثيوبيا مستمرة في البناء والملء والتجهيز للتشغيل، أنا أرى أن أثيوبيا لن تتراجع عن هدفها وهو السيطرة على مياه النيل والإجراءات التي والأهداف التي تستهدفها مصر والسودان لن تضمن للشعبين حقوقها في المياه، وبالتالي سوف تضع أثيوبيا مصر والسودان تحت ضغط التحكم في شريان الحياة اللي هو النيل الأزرق. وإذا لم يقف الحكومتين موقف جد من التصرفات الأثيوبية المنفردة وإعلان أبي أحمد الحرب على مصر إذا اعترضت على استكمال بناء السد، فإن مستقبل المفاوضات سوف يكون في صالح التمكين لأثيوبيا من التحكم في مياه النيل الأزرق، وبالتالي الحياة في مصر وفي السودان، وتضييق الفرص على الشعبين في مصر والسودان من المحافظة على المورد المائي الوحيد لمصر على وجه الخصوص. وهذا في الحقيقة بيجر دول الحوض جميعها إلى حرب مياه ليس فيها كاسب، ولكن الجميع خاسرون. وأنا أتمنى إنه مصر تقف موقف جاد حتى تتراجع أثيوبيا وتسمع إلى صوت العقل. وإذا كانت هي الآن تسيطر على المفاوضات وتأخذ فعلا موقف مصر والسودان إلى المربع الذي تريده، لكن بالتأكيد المستقبل القريب لن يمكنها من هذا الأمر مستقبلا، وسوف الأنظمة في مصر والسودان سوف تكون قادرة على حماية حقوقها واستردادها. وأنا أتمنى أن الأمور لا تصل إلى حد الحرب، لأن الحرب دمار للجميع، ولكن إذا وصلت التهديدات إلى المياه بالنسبة لمصر والسودان
فكل الاحتمالات مفتوحة، والجميع سوف لن يكون كاسب، لن يخرج كاسب، لا أثيوبيا ولا غيرها، إذا تعلق الأمر بالضرر في الحقوق المائية. إذا شكرا سمحت شكرا لي جدا. إذا سمحت لي أضيف جملة واحدة قصيرة، إنه إثيوبيا تفضل. تريد فرض سياسة الأمر الواقع على كل من مصر والسودان، وتريد أن تفرض إرادتها وتنحني أمامها إرادتي مصر والسودان، وهذا لن يحدث أبدا، ولن تفرض إثيوبيا إرادتها على إرادة مصر والسودان، ولن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وعليها أن تنظر إلى المستقبل بحكمة وتروي، وأن أي ضرر لمصر والسودان لن يمر مرور الكرام أبدا. شكرا. شكرا جزيلا. ما بين البحث عن الحقوق والطموح المشروع، أظل أنا وأنتم ضيوفي الكرام ومتابعي في قناة الغنى الإفريقي لا ندري ما تبقى الأيام في ظل هذه الأزمات التي تمر بها البلاد الثلاث، وأزمة الصدر. نأمل أن تساوى الأمور وتعود إلى نصابها لتجعل كل البلدان تعيش في أمان. شاكر لكم جزيلا بروفيسور نادر نور الدين محمد، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والمختص بدراسات حوض النيل، كما أشكر أيضا الأستاذ عبد التواب الذي شاركنا من مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في القاهرة. شكرا لكم ضيفي، كنتم معي من القاهرة، شكرا. وشكرا للمتابعين. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، هذه تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome to Horn of Africa TV. Please subscribe, like, comment and share.